إنه نحن سبب هالوحدة اللي عم بتعيشوها. مع إنه مدينا لكم إيدنا تتفوتوا عائلتنا وتصيروا جزء منا. بس أنتوا أصريتوا إنه تجربوا تدمروها. وبعدكم عم تجربوا. بس ما رح تزبط معكم. لأنه سلاحكم المصاري. المصاري فيها تعملوا كتير أشياء. بس ما فيها تغلب الحب. سلاح عائلتنا الحب. كرمال هيك منعرف ننسى. منعرف نسامح. ومنعرف نتطلع على المستقبل. كل الحرب اللي عم تعملوها رح تأذيكم انتو. وانت مش ناقصك جروح وهموم. واضح انك حكيت انت وسوريا. فادية. انا حكيت مع فادية. ما تخافي. ما رح استعمل اللي عرفته ضدك. يعني انت مش جاي لهون تستغل هالقصة مشان الارض؟ نحن مش من هويتنا نستغل ضعف حدا لمصلحتنا. رح اقول لك شيء مدام عايدة ويمكن ما رح تصدقيني. انا متعاطف معك. وخليل كمان متعاطف معك. نحن ما بنعرف نشمت بحدا شو ما كان. ويمكن هيدا الفرق الكبير اللي بيناتنا. حتى انت عم تجرحني. عم تحكيني بطريقة مهذبة. يا ريت قبلتي تقربي منا أو تركتينا نقرب منك. كنا هلا حدك وعم نساعدك. بس انت عملتي حاجز بيناتنا. حدود علاقتنا هلا هي حدود الأرض. خلينا نخلص من هاللعبة الوسخة. خلينا نسكر هالقصة. وقتها ما رح يعود في شي يجمعنا. بالإذن. هيك مدام عايدة، إذا عزتي شي بابنا مفتوح إليك وقت ما بدي.